تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للفنانة اليمنية بلقيس فتحي ثارت فيه بكل عفوية ترقص وتتمايل أمام زوجها لتشعل السوشيال ميديا وتحصد عدد كبير من المشاهدات. رقص الفنانة بلقيس فتحي وتصوير زوجها لها بعفوية عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق السناب شات لقى رواجا والكثير من التعليقات الجميلة لعفويتها وطرفتها إذ رقصت على أنغام أغنية خليجية بطريقة مرحة وسط ضحكات زوجها لتحصد الكثير من التعليقات ويتمنى لها جمهورها الدوام الفرح والسعادة.